مرورا بهذه الطريق الترابية يجبر سكان قرية ولاد عمر بدوار ولاد زملال ببلدية شنيقل جنوب ولاية لمدية على قطع مسافة تقارب 8 كيلومترات يوميا للوصول الى اراضيهم الفلاحية لخدمتها. يعني انا نطلعوا سيارة تاعنا ركشتي يعني راك حاضر في الواقع. يعني الطريق ما تصورهاش يعني باش يمشي معها الانسان يعني حتى للدواب يعني غير صالحة يعني حتى ما بنبركوا يعني سيارة. للدواب غير صالحة يعني. المشاريع يعني الحمد لله احنا نحتاجوا باش نخدموا الارض تاعنا ولكن الطريق والكهرباء ما كانش. كي تجي الشتاء يعني ما تشوفش يعني ما تجيش يعني ليها خلاص يعني ما. وإذا كنت هنا قعدت يعني تبات هنا يوم يومين بالسيارة تاعك ولا يعني برجلك ما تسلكش تقعد هنا. السكان طالبوا بالكهرباء الريفية لمنطقتهم المعزولة وأكدوا نيتهم في العودة إلى منازلهم التي هجروها إن توفرت الطريق. بينا نولوا لفلاحتنا الأراضينا نخدموها يا أخي. لا الارض هذه ولات ابوندوني راهي ولات ابوندوني ابوندوني منين مطريق متريسيتي ما كاش من الامكانيات احنا عندنا المعنويه عندنا ماديه عندنا احنا خاصنا طريق وتريسيتي نطلبوا من السلطات المعنيه تعاوننا في هذا الشيء وكما راك تشوف احنا بدينا مشاريع كاين عندنا احنا رانا نديروا في الشجره عندنا الشجره نحوسوا الرمو ديالنا الدليل لو عندك حوشي انا ريبت هذا الحوش القديم حبيت نبني حوش جديد عندنا النيه باه ترجع يرجعوا يخدموا ومشاو للمدره عايشين في الفقر عايشين في الفقر ما كانش الخدمه ويبقى الحافز الكبير لسكان المنطقة هو إصلاح الطريق للرجوع إلى سكناتهم وخدمة أراضيهم التي أكدوا أن مؤهلاتها قد يجعلها قطبا فلاحيا بامتياز.